معنا مشاهدينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين ابراهيم. مرحبا بك استاذ عز الدين. اذا هناك تفاهمات بين الفصائل الفلسطينيه في غزه مع الكيان الصهيوني برعايه مصريه، ما تقييمك لهذه التفاهمات وهل هناك عقبات تواجهها؟ يعني بلا شك ان هنالك مماطره واضحه من سلطات الاحتلال لما تم التوافق عليه برعايه عربيه وامميه. النقاط التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، واضح أن الاحتلال الآن يحاول أن يعني يلعب على يعني الوقت يعني المماطلة والتنصل فيما يعني لاحقا من هذه التفاهمات. على سبيل المثال قضية المساحة التي وسعت للصيد، شهدنا خلال الفترة الماضية استهدافا اكثر من مره للصيادين وتقليصا للمساحه التي تم التوافق عليها، فبالتالي واضح ان هناك مماطل للاحتلال. لربما الاحتلال يماطل يعني لكسب مزيد من الوقت بانتظار يعني خطوه امريكيه ربما متعلقه بما يتم الحديث عنه من افكار جديده فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه او ما يسمى بصفه القرن. المقاومه باعتقادي يعني لا يغفل عنها حتى الآن ما يخطط له الاحتلال، وبالتالي نحن أمام يعني مهلة ربما إن صح التعبير أعلنت عنها المقاومة وفصل المقاومة مجتمعة في غزة. هناك من يقول أن هناك مهلة لمدة أسبوع أعلنت عنها الهيئة العليا لمسيرات العودة كي يلتزم الاحتلال بما تم التوافق عليه، وهنالك موعد مضروب في 15 من الشهر المقبل 15 من أيار الذي يوافق ذكرى النكبة. واضح ان هنالك يعني مواعيد وضعتها او حددتها فصائل المقاومه لكي ترد على الاحتلال، والكره الان في ملعب الاحتلال هو الذي يجب ان يقرر اما ان يمضي في تنفيذ التفاهمات التي رعتها مصر وقطر والامم المتحده، او ان يعود الى القضيه المربع الاول، وبالتالي ان يواجه ما حدث به المقاومه من عوده ل يعني الارباك الليلي وفعاليات مسيرات العوده التي يعني أجبرت الاحتلال على أن يحضر راغما إلى ملف المفاوضات لتحقيق هذه التهدئة. سيد عز الدين، إلى أي مدى ترى أن هذه الوساطة العربية والأممية جادة وضامنة لتنفيذ هذه التفاهمات؟ يعني بداية يجب أن نؤكد على أن الوساطة العربية والأممية هي ليست من أجل سواد عيون الفلسطينيين، وليست حرصا على أرواح الفلسطينيين الذين يعني أزهقت في الفترة الماضية. الاحتلال هو من يعني طالب بهذه التهدئة، الاحتلال هو من طلب من الأطراف العربية والأطراف الدولية أن يتدخل لإبرام هذه التهدئة، فبالتالي الطرف المعني في إتمام هذه التهدئة هو الطرف الإسرائيلي. الفلسطينيين هم يقاومون، هنالك اعتداء مستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة تحديدا منذ 12 عاما بشكل هذا الحصار، فبالتالي الفلسطينيين هم يقاومون، هم يواجهون هذا العدوان. الذي طلب هذه التهدئة أو الذي سعى لها هو حكومة الاحتلال، بعد أن يعني أكد الفلسطينيون على أن يعني ليس أمامه إلا أن يصعدون بكل ما يملكون من وسائل للدفاع عن أنفسهم. فبالتالي هذا السؤال يجب أن يسأل إلى سلطات الاحتلال، هل هي جادة؟ نعم. طيب، هذه التفاهمات نصت على أمور بسيطة بحسب ما يريدنا، يعني تشمل زيادة مساحة الصيد وتحسين الكهرباء. تسمعنا سيد زياد؟ تسمعنا الآن؟ ألو؟ تسمعنا؟ هناك مشكلة بالصوت. هناك مشكلة، أرجو أن يصلك الصوت الآن بصورة واضحة إذا كنت تسمعنا الآن. طيب، نشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب من اسطنبول كاتب الصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم.